فضل فاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل الخير. تحية لكل السادة المشاهدين الذين انضموا لمتابعتنا عبر حلقة جديدة مع الأحداث، مجموعة من الأحداث التي سوف تكون بمعيتنا لحلقة اليوم، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، خدمية ومعيشية. لكم التحية من جديد، وأولى المحطات كالمعتاد سعداء جدا أن نرحب بضيف عزيز داخل استوديو مع الأحداث، البروفيسور حيدر الصافي، مقرر مجلس الشركاء الانتقالي، وذلك عبر الأقمار الاصطناعية. بروفيسور مساء الخير. أهلا وسهلا، وأنا سعيد بأن أكون مستضاف في هذه القناة المميزة. الله يديك العافية. بداية بروفيسور، نتحدث عن اختيارك بالإجماع من داخل الاجتماع المهم الذي عقده مجلس الشركاء بالأمس، واختيارك مقررا لهذا المجلس. والله الأمر ما كان مرتب له، وهم لم أكن خير من أي واحد موجود، ولكن هذا فضلا منهم يعني، ومسؤولية إن شاء الله زول يكون قدرة، لكن ما كان مرتب يعني، جات حاجة فجأة كده والناس أجمعوا عليها، وليهم الشكر الكبير على هذه الثقة، وإن شاء الله ربنا يخدنا ويعيننا الآن ويستخدمنا استخدام حسن لننجز المهمة الوطنية البتقول علينا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله تعالى. طيب، نبدأ أولى المحاور بروفيسور عن التصريحات التي أدلى بها اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للشعب السوداني في خضم الأزمات الاقتصادية وبعد القرارات الأخيرة للسلطة الانتقالية فيما يخص رفع الدعم نهائيا عن المحروقات والمضي قدما في هذا القرار. ولو سمحت لنا من الممكن أن نطلع ونشاهد جزء من هذا اللقاء والمكاشفة للسيد رئيس الوزراء للشعب السوداني. تماما حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها بلادنا، أعرف أن هنالك من يحاول الإيحاء بأننا نعيش في برج عاجي، وربما مرد ذلك أنني لم أعتد على التحدث كثيرا أو الظهور في كل وقت، فمنهجي أن أترك للسياسات والقرارات أن تتحدث. سأبدأ بالوضع الاقتصادي في البلاد. لقد شرحنا حقيقة الوضع الاقتصادي منذ اليوم الأول، وبأننا استلمنا خزينة فارغة وديونا مهلكة وحالة حصار سياسي واقتصادي، فقد كان اقتصادنا يعاني من خلل هيكلي. لم نخفي المعلومات عن الناس ولا ينبغي، ولم نحاول أن نقدم للناس صورة زاهية ووردية. وفي هذه الأثناء تحت بلادنا والعالم جائحة كورونا التي تسببت في كساد اقتصادي عالمي، وانخفضت إيرادات الحكومة بنسبة 40%. لم يكن أمامنا خيار غير تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهو خيارنا الوحيد الذي لم يفرضه علينا أحد أو تصر عليه جهة، ولسنا مرغمين على ذلك، لكنه الخيار الواعي الذي وجدنا أنه كفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، ونعلم قسوته وصعوبته، لكنه كان الدواء الوحيد لمثل ظروفنا وواقعنا. رغم كل هذا، دعوني أقول أن هنالك ضوء في آخر النفق. هذا الدواء ليس فعلا معزولا، بل هو جزء من تصور عام عملنا عليه منذ يومنا الأول الذي كلفنا فيه بهذا الموقع قبل ما يزيد قليلا عن العام ونصف. تصورنا قام على تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وأعباء الإصلاح الشامل على مراحل سرنا فيها رغم الصعاب بالصبر. مراحل خطتنا انبنت على الخطوات التالية: أولا، وقف الحرب وتحقيق السلام بما يوسع قاعدة الانتقال ويمتنه ويوفر فرصا أفضل للبلاد لتوجيه طاقاتها نحو البناء عوضا عن الصراع. بدأنا ذلك منذ الشهر الأول لنا في أكتوبر 2019، وسرنا رحلة طويلة استمرت لعام حتى وقعنا اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020، ولا زلنا نواصل المشوار لاستكمال المرحلة الثانية مع من تبقى من قوى الكفاح المسلح. ثانيا، فك العزلة الدولية عن السودان وإنهاء العقوبات والحصار الذي كبل إمكاناتنا الوطنية. بدأنا هذا المشوار منذ زيارتي الأولى للولايات المتحدة الأمريكية،
والذي خاطبت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، ومن ثم انخرطنا في تفاوض شاغ ومكلف تكلل بالنجاح في خروجنا من القائمة في ديسمبر 2020 بعد 15 شهر من العمل الدؤوب الذي شارك فيه رجال ونساء كثر لم يدخروا جهدا من أجل رفعة وخلاص هذا الوطن الحبيب. ثالثا، إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني المثقل بالتشوهات عبر تخليصه من الديون ومراجعة المصروفات والإيرادات لتقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات. استلزم هذا الأمر التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، وتكلل باتفاق في يونيو 2020 بموجبه دخلنا في برنامج مدته عام ينتهي في 30 من يونيو الجاري. بنهاية هذا البرنامج سيكون السودان مؤهلا لإعفاء ديونه المتراكمة، ويكون اقتصاده قد وضع على قاعدة صلبة للانطلاق. رابعا، مرحلة توجيه الطاقات نحو الإنتاج وتوجيه الموارد، وهي المرحلة التي نستشرفها الآن. حققنا هذا العام إنتاجية غير مسبوقة في القمح المحلي، ووفرنا عن طريق إنشاء محفظة زراعية موارد محلية لتمويل الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي، وعبر اتفاق مع البنك الدولي وفرنا منحة للسودان بمبلغ 2 مليار دولار ستوظف في مشاريع حددناها في الطاقة والطرق والزراعة ومياه الشرب والتعليم والصحة. كان هذا جانب من حديث المكاشفة للسيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للشعب السوداني حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية ووزارة المالية فيما يخص رفع الدعم نهائيا عن المحروقات. أعود من جديد لضيفي البروفيسور حيدر الصافي عبر الأقمار الاصطناعية. بروفيسور، تعليق على حديث رئيس الوزراء هذا المساء للشعب السوداني والبشريات والمكاشفة التي تحدث عنها والشفافية التي تحدث بها دولة رئيس الوزراء في هذا اللقاء. أولا، يعني هو السيد رئيس الوزراء وضع في مهمة صعبة جدا في مرحلة انتقالية ياد بعد ظلم حال كمان النظام الشمولي، وكما هو ذكر يعني خزينة مفرقة ومنظومة اجتماعية مشوهة وتكاد تكون علاقات دولية ما في عزلة تامة، وكذلك الحروب التي نشأت بعد انفصال الجنوب، وأصبح السودان حتى وحدته الوطنية مهددة، ولذلك التحديات كبيرة مهما كان تم العمل. يعني إذا كان دولة مديونة 56 مليار، إذا زول داري يعدين بس يعد المبلغ ده له كم سنة يعني. فالتحديات صعبة، لكن من ناحية أخرى كمان المعاناة بتاعت الشعب هي صعبة جدا وأصبحت يعني لا تحتمل ولا تطاق، وده السبب يعني كيف الناس يصلوا لنقطة بتاع التوازن تحمل يعني الفضائل والخصائص الإيجابية للنقيضين ديل. تقريبا يعني حمدوك ينظر إلى 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 دولة يزيل عنها التشوهات في الاقتصاد ويقدر يدفع بها في عجلة الإنتاج، ولكن أثناء هذه الجراحة القاسية هنالك قد يحرم ناس من التعليم، يحرم ناس من الصحة، وحتى الناس اللي استأجروا البيوت أصبحت كل شيء أصبح خرافي، ولذلك الناس تحتاج لمعالجات في منطقة تجمع الخصائص الإيجابية للطرفين أو لهذين النقيضين يعني. وده التحدي المفترض تشارك فيه الناس كلهم بشكل إيجابي، ونحن فعلا محتاجين لمشروع وطني الناس يلتفوا حده بعيد من المزايدات السياسية اللي ممكن تقعدنا أو هي ممكن تتسبب في مزيد من التصدعات كما يحدث الآن في الشارع وفي الإعلام. طيب بروفيسور، دولة رئيس الوزراء صرح بأنه الدعم سيتواصل في دقيق الخبز وفي الغاز الطهي، ولكن والكهرباء. نعم، والكهرباء. غالب الناس أو غالب المواطنين كانوا ينتظرون مشروعات أو قرارات تقلل قليلا أو تخفف قليلا من حدة القرارات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية الطاحنة، وقرار رفع الدعم عن المحروقات والذي ينعكس على كل السلع
الاستراتيجية والقوت اليومي بالنسبة للمواطنين وعلى معايش الناس. ومع معلوم انه اصل دولة ما منتجة ما بتقدر هي اقتصادية تصلح، يعني مدارس كثيرة. نحن ذاته في السنة الأولى كان في اعتراض شديد على برنامج البدوي في انه يحاول يرفع الدعم، اللي كنا عارفين انعكاسات السالبة على الشعب السوداني، لكن ما تقدم برنامج علمي. يعني حتى بعض البرامج تقدمت مرتبطة بإصلاح داخلي، لكن معروف انه الزول ما بيقدر يستثنى، او الدولة دي او رئيس الوزراء لا يستطيع ان يعني يستثنى السودان من المنظومة الدولية. والمنظومة الدولية ما لا يخفى عن الساسة وعن الناس المراقبين انها برضو مرتبطة بأجندة خارجية، مرتبطة بحزمة متكاملة من القضايا السياسية، من القضايا الاقتصادية، زي ما هي جات في قضية التطبيع وقضية البنك الدولي وبعض القضايا الأخرى. ولذلك المعالجات لم تكن سهلة، وهو زي ليس لديه خيار غير هذا الخط الذي يسير فيه. ولذلك نحن لا نعترض على الخط الذي يسير فيه، ولكن اعتراضنا أو محاولة المعالجات للقطاعات الهشة، خاصة عندما تفتح المدارس والمواصلات على الطلبة، والتحريم أسر من التعليم، والتحريم ناس من العلاج. ولذلك الآن الحديث مش ليس البرنامج صح أو خطأ، لأنه نحن ما عندنا برنامج بديل قدم بشكل يجعلنا نحن مرتبطين بالمنظومة الدولية، وفي نفس الوقت بنحدث في تغيير في الداخل ممكن أن يدفع حركة الإنتاج. ولكن نقول الآن البحث عن البدائل للقطاعات الهشة، وتقريبا معظم الشعب السوداني أصبح هو ضمن هذه القطاعات الهشة. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه المسؤولين ويواجه الساسة يعني. وتحت خط الفقر للأسف الشديد. طيب بروفيسور، نعود لمجلس الشركاء مرة أخرى، والسؤال الآن مطروح: هل ما زال شركاء الفترة الانتقالية على ذات الدرجة من الانسجام والتناغم في العمل، بالإشارة طبعا إلى عمل المكون العسكري والمكون المدني وحركات الكفاح المسلح بعد التوقيع على اتفاقية جوبا؟ المجلس الشركاء هو يعني مختبر حقيقي للقدرة على أن كل هذه المكونات المتناقضة ذات الأجندة المختلفة تقدر أن تعمل مع بعضها في استيلاد مشروع وطني يحقق المواطن والكرامة الإنسانية وما جاءت في مسألة الوثيقة الدستورية. وهذا أمر من الصعب أن يتم يكتمل في اليوم الأول، لابد أن يكون هنالك تشاكس، هنالك تناقض، هنالك كل مكون يرى القضايا من وجهة نظره الشخصية. هناك أطراف السلام هم جاءوا يتحدثون عن أهلنا في الدارفور، في المعسكرات الذين حرموا من التعليم، هنالك الحديث الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء من في مسألة الإلحاق بالمنظومة الدولية، هناك من يتحدث عن الترتيبات الأمنية، هناك قوة سياسية بعضها يحاصص وبعضها يبحث عن بناء حزبه بعد 30 عام. فكل في ظل هذا كل هذا التناقض في محاولة لفض التعارض عشان الناس يحققوا وحدة ولو على المستوى الأدنى من التوافق. إذا ما حدثت مجلس الشركاء هو بيجمع كل المكونات السلطة، ولذلك إذا ما استطاعوا أن يحدثوا توافق لحد ما هذا ينعكس سلبا على الواقع كله، الواقع السياسي والواقع الاجتماعي وربما الواقع الاقتصادي الأساسي هو مرزوق بالديون وبالتحديات. ولذلك ما ممكن إنسان قاعد في مجلس الشركاء يحقق كل ما يريد، لأن هناك آخرين معه. ولذلك إعادة ترتيب الأولويات بتقتضي في هذا المجلس الحوار المستمر والتنازلات المستمرة. ونحن طبعا التحدي المواجهة للبلد حقيقة من ناحية أمنية هو توحيد الجيوش في جيش واحد. أي عدد بتاع جيوش يعني عدد بتاع دول يعني. وأيضا محتاج لمسألة قضية المواطنة ما زالت هي مواجهة، وكذلك قضية التفاوض الذي لم يكتمل مع عبد العزيز الحلو، والذي لم هنالك ما زالت تحديات سياسية وتحديات اجتماعية. فالأمر ليس بالسهل، ولذلك ما يدور من خلافات أنا أراه طبيعيا، ولكن إذا استمرت لم تكون طبيعية. الطبيعي أننا كل مرة الناس ينتقلوا إلى محطات من التوافق والانسجام حتى ما نعبر هذه المرحلة الانتقالية. طيب بما أننا الآن في مرحلة انتقالية بروفيسور، الانتقاد الآن الموجه في أن السودان الآن يعاني من تقاطعات،
وأن هنالك ثلاث حكومات موجودة الآن على أرض الواقع في السودان تمثل مجلس الشركاء ومجلس السيادة ومجلس الوزراء. تعليق على هذا الانتقاد أو على هذا الحديث؟ هذا الأمر ليس صحيحا. مجلس الشركاء ليس سلطة، هنالك ثلاثة سلطات: سلطة التنفيذية والسيادية والسلطة التشريعية التي نترقب ظهورها في الأيام القادمة. مجلس الشركاء هو مجلس أقرب لأن يدعم المرحلة الانتقالية من خلال إيجاد كل المكونات، خاصة في غياب المجلس التشريعي، لأن يتحاوروا وحتى قراراته غير ملزمة. يعني ما دار مثلا بالأمس عن إعفاء الأولى وتعيين أولى جدد، لا، مجلس الشركاء لا يستطيع أن يفرض هذا الأمر على صيد رئيس الوزراء، لأن الاتفاق واضح أنه لا تقع ظلاله على السلطة التنفيذية ولا على المكتسبات التي حققتها الحرية والتغيير وأطراف السلام. إذن هو مجلس أقرب لمجلس تتم فيه التوافق وتتحاور وكل الأطراف تكون موجودة وتطلع منها توصيات تساعد الحكومة الانتقالية لأن تنفذ قراراتها. ده أمر لابد أن يكون واضح جدا. ليس بمعنى مجلس استشاري؟ هو ليس استشاري بالمعنى، ولكنه مجلس توافقي يمكن أن يساهم، لأنه كل الأطراف موجودة، يعني موجودة السلطة السيادية، موجود رئيس الوزراء، رئيس المجلس السيادي، ممثلين للمجلس السيادي في المستوى المدني والمستوى العسكري، الحرية والتغيير وأطراف السلام. فهذه هي مكونات الدولة. عندما يطرح أمر يكون هنالك خلافا، ولكن ما يخرج من تغارب يساعد رئيس الوزراء في اتخاذ القرار وكذلك المؤسسات الأخرى. طيب ننتقل إلى جوبا. اليوم تم تعليق المفاوضات بين حركة عبد العزيز الحلو وحكومة السلطة الانتقالية، وأن هنالك أربع محاور مهمة لم يتم الاتفاق حولها، وبالتالي تم تعليق المفاوضات. تعليق على هذا التعليق وعن سير المفاوضات حتى الآن مع حركة عبد العزيز الحلو، وهل هنالك تنازلات من الجانبين للوصول إلى اتفاق، أم أن هنالك تقاطعات سياسية وتقاطعات مصالح تعيق العملية التفاوضية في عاصمة جنوب السودان جوبا؟ زي ما معروف لكل المراقبين إنه الحكومة الحالية بكل أطرافها هي جات في وضع استثنائي، يعني حكومة غير منتخبة، ولذلك المساحة اللي بتتحرك فيها بتكون هي محدودة. ولذلك لما يكون الصراع على السلطة والثروة يعني ممكن الناس ينجزوا فيه مهام بالتنازلات المستمرة، وده حدث في اتفاق جوبا يعني. لكن المسألة لما تنتقل لمناطق يعني مربوطة بالمزاج السوداني، مربوطة بالقضايا بتاعت العقائد، مربوطة بالقضايا بتاعت الأديان، هي من الصعب تجاوز هذه المراحل، خاصة يعني ما دار من تفاوض في هذه المرحلة تجاوز حتى الاتفاق الإطاري الذي أعلن من قبل. يعني أنا أدلل على سبيل المثال، كان هنالك حديثا يعني من الحركة الشعبية إنه القضية بتاعت الأحوال الشخصية هي قضية يجب أن يعني تستمد من الدين والأعراف، وهو أيضا هنالك تناقض في إمكانية استصحاب المواثيق الدولية مثلا كسيداو هي ستتعارض مع الأحوال الشخصية. ولذلك هذا الأمر أمر لا يتم معالجته في الأطر السياسية فقط، هذا أيضا هذه مشاريع فكرية وهذه منظومات اجتماعية تحتاج إلى إصلاح ورفع وعي لإصلاح كثير من القوانين كي تتحقق قضية المواطن. ولذلك المواطن نفسه بروفيسور، يعني ولذلك إذا وضعت هذه في مائدة بالتفاوض السياسي لا يكتب لها النجاح يعني، خاصة وأيضا هنالك تحديات. يعني أنا أفتكر شبه معجزة مثلا تغيير العطلة، عطلة الجمعة اللي هي مرتبطة مع الناس في صلاة الجمعة، أو حذف البسملة، يعني قضايا هي ما أساسية عشان تحقق النماء وتحقق الوحدة الوطنية في المناطق بتاعت الحوار. أنا أفتكر الحوار مشى لمناطق يعني قسى التفاوض أكثر مما هو سهل. يمكن أن يتم التفاوض في قضايا أساسية تحقق كثير من مسائل التنمية وتزيل من التهبيش والقبنة الواقع على المنطقة، ممكن تتاح فرص واسعة للمشاركة السياسية. يعني التعنت الحاصل الآن بروفيسور في أمور هامشية أو جانبية
وليست في لب الموضوع أو في القضايا الأساسية بالنسبة لي. أنا أفتكر من الأول، أنا من الأول أفتكر أنه الوثيقة الدستورية فيما يخص علاقة الدين بالدولة كانت كافية جدا، لأنها ما سمت دين معين ولا ذكرت مرجعية في يرتكز عليها الدستور. لكن التوضيح مسألة الدين والدولة في مسألة الدولة العلمانية والدولة الدينية ده مسار بتاع جدل ما بيحسن في إطار سياسي، إذا كما كان المجتمع كله ارتفع لمستوى بتاع وعي معين، وده شغل يحتاج له سنين في أروقة الجدل وفي منابر الحوار، وده مشروع بتاع توعية. ولذلك ربط تحقيق السلام بهذا الملف المعقد أنا أفتكر بزيد المشهد تعقيد. يعني هل في تفاؤل من التوصل لاتفاق بعد الجلوس مرة أخرى؟ إذا ما التفاوض القضايا المرتبطة ب، يعني أنا لحد ما قضية الحقوق الأساسية والقضية المواطنة ده يكون السقف بتاع تحقيق الكرامة لكل مواطن سوداني بصرف النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو كده، وده الحد الممكن يتحقق كمرحلة. لكن الطرح بتاع العلمانية ما متوافق عليه، وبالتالي ما حيقدر يعبر لمجال التوافق بأي صورة من الصور، يعني حيزيد المشهد تعقيد يعني. ولذلك بالأمس النقاش كان يخص أنه يرجعوا لكتابة إطار جديد، توافق جديد يبنوا عليه، لأنه أصلا التفاوض مفروض يوسع الإطار، الاتفاق الإطاري يتوسع في تفاصيله ويقرأ من زاوية مختلفة. لكن كونها تدخل عناصر جديدة وتحذف بعض الأساسيات هي اللي عقدت المشهد في التفاوض يعني. طيب نعود من جديد لمعاش الناس وللقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية. بروفيسور، هل من مكاسب من هذا القرار، وهل سيجني السودان فعلا إعفاءه من الديون ودخول استثمارات؟ البعض الآن يتحدث خصوصا بعض الخبراء الاقتصاديين في أن أي حكومة انتقالية يعني عليها أن تعلم تماما أنها لن تستطيع جذب استثمارات خارجية، وأن الأموال الخارجية أو الدول لن تستثمر في ظل حكومة انتقالية، فقط في وجود حكومة ديمقراطية منتخبة عندها من الممكن أن تدخل استثمارات خارجية للسودان. هل هذا الأمر صحيح؟ وهل فعلا؟ أنا ما بتفق معه. الاستثمار مربوط بالاستقرار السياسي، إذا كنا نحن قدرنا نصل لتوافق ولاستقرار سياسي ممكن الاستثمار والقوانين والنظم العدلية اللي بتحمي الوضع بتاع المستثمر، دي القضايا الأساسية اللي ممكن تشجع على مسألة الاستثمار. ثم ثانيا المرحلة الانتقالية إذا كان عليها توافق كبير هي تكون أكبر تعبير، يعني يكون تعبير عن الوضع الديمقراطي أدخل من تعبير على النظم الشمولية. هناك استثمارات ضخمة جدا تمت في ظل النظم الشمولية، فمن باب أولى تتم في ظل المرحلة الانتقالية. إذا حصل استقرار سياسي، إذا تحقق السلام، وإذا كانت هناك ضمان، يعني عندنا أجهزة عدلية شفافة وقوية تستطيع بقوانين تحمي المستثمر، ما في ما يمانع أن يكون هنالك استثمار ناجح. نعم. طيب أعقب هذا القرار احتجاجات واسعة جدا في الخرطوم وفي عدد من مدن السودان، شهدنا حرق للإطارات، مجموعة من الشعارات التي تنادي بإسقاط الحكومة، بل زاد الطين بلة عدد من مكونات أساسية في قوى الحرية والتغيير كتجمع المهنيين وكالحزب الشيوعي نادت بإسقاط النظام وباستمرار الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع وصولا لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية. هل هذا يدلل على أن هنالك مشاكل داخل مكونات الحرية والتغيير، وأن هنالك تقاطعات سياسية وتقاطعات مصلحة موجودة الآن داخل جسم قوى الحرية والتغيير؟ خلينا نقسم السؤال ده لجزئين. يعني الجزء الأول كيف جاءت الحكومة بتاعت حمدوك الناس بيطالبوا بإسقاطها؟ الحكومة بتاعت حمدوك جاءت بتوافق سياسي مضت عليها 7 مكونات 5 كتل وحزبين، ومضوا وجاءت الحكومة بناء على ذلك. ولذلك يمكن أن تسحب بنفس الطريقة جاءت، ما تحتاج لهذه اللساتيك وهذه الدروس دي من صفة النظام الشمولي.
الحرية والتغيير كثير بنعلق في الإعلام إنه هي الحمولة بتاعت التوافق بمكوناتها كان سقفه إسقاط النظام والمحاولة على التوافق على إرساء نظام ديمقراطي، ودي كده أفرغت حمولتها التوافقية لما كتبت الوثيقة وجاءت بالحكومة الانتقالية بكل مكوناتها لحد ما وصلت عتبة السلام. الآن هي تحتاج لصورة من التوافق الجديد عشان ما نقدر نعبر به المرحلة الانتقالية، ما بتعني المركز فقط، بتعني برضو الأغاليم المختلفة، المكونات السياسية اللي تكونت في كل مدن السودان محتاجة لرعاية، محتاجة لتدريب، محتاجة لربط ريثما إنها تكون هي حامية لهذه المرحلة. ولذلك المرحلة، أنا دائما أقول المرحلة دي هي ممكن نعبر إذا كان هنالك نفصل بين العمل السياسي والعمل الوطني. المرحلة دي مرحلة وطنية لأنه نحن لسه ما لقينا وطن، نحن ما زلنا متجزئين، ما زال السلام لم يكتمل بعد، ما زالت الصراعات بين أطراف السلام والمكونات السياسية في فقدان ثقة. ولذلك هناك عمل كبير الناس في العمل السياسي محتاجين يعملوه، والعمل السياسي يخص الأحزاب في دوره، ولذلك المشاركات لبعض الأحزاب السياسية زاد ربكة المشهد لأنه من الصعب يفصل الحزب السياسي بين حزبه وبين أداؤه داخل حكومة هو غير منتخب فيها، جاء بحكم التوافق أو بوضع اليد، ودي فرص كان ممكن تكون متاحة لكل الذين شاركوا في الثورة السودانية، لذلك المشهد معقد بالمعنى ده يعني. طيب الجزئية الثانية اللي هي الصراعات اللي موجودة والانشقاقات اللي موجودة داخل جسم قوى الحرية والتغيير. وأنا لو قلت لك إنه الحرية والتغيير كونها أفرغت حمولة التوافق بتاعتها معناها إنه لازم تتجزأ يعني، لأنه زمانك اتفقت تسقط النظام الفات وترسم ملامح دولة، أول من الدولة اترسمت ملامحها السير لتحقيق أو العبور في المرحلة الانتقالية الناس هتختلف والناس هيستندوا على إيديولوجياتها، لأنها هي أساسا الحرية والتغيير هي كتلة متناقضة من لكن هل الكلام ده بروفيسور بيعني إنه قوى الحرية والتغيير ما كان عندها أي برنامج لما بعد السقوط أو أي خطة لما بعد السقوط أو أي استراتيجية لما بعد السقوط فقط يعني بس أنت تعرف إنه القوى السياسية دي كلها في خلال 30 سنة اللي فاتت يعني الناس طلعوا من السجون لسقوط النظام يعني، وكان الزمن ما كتب من برامج زي ما قلت لك في برامج اقتصادية في برامج اجتماعية سلموا ناس الجامعات عملوا منظومة، لكن العمل ده كله لما نجي في الواقع برضو بيكون رهين لارتباطات، نحن ما معزولين مما يجري في العالم يعني. وزي ما قلت لك أنا متأكد إنه ما حدث لرصيد رئيس الوزراء هي عبارة عن حزمة سياسية اقتصادية مربوطة بالدول اللي هي ممكن تعفي الديون، اللي هي ممكن تدعم الاستثمار، اللي هي ممكن تحقق الاستقرار، ولذلك البرنامج اللي بيكون معزول من الواقع العالمي ما بيكون مستقبله كبير يعني. نعم. طيب لما لم نشاهد ممارسة ديمقراطية حقيقية داخل قوى الحرية والتغيير؟ شاهدنا تشظي للآراء لعدد من الاتجاهات بالنسبة للحكومة، إذا كان في التطبيع مع إسرائيل شاهدنا الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة وهي تنتقد عملية التطبيع مع إسرائيل، أيضا من خلال اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والمشاكسات والمناكفات التي تتم كانت دائما بين القطاع الاقتصادي للحكومة التنفيذية وبين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. لما لا تكون هنالك ممارسة ديمقراطية حقيقية؟ كل استراتيجية تنتهجها الحكومة يجب أن تناقش قبلا ويتم التوافق حولها والاتفاق حولها والأخذ برأي الأغلبية ومن ثم القيام بتنفيذ هذه الخطة أو الاستراتيجية. الديمقراطية هي منهج حياة، ما لمجرد الإنسان يتمنى أن يكون ديمقراطي يصبح ديمقراطي. وبعدين الديمقراطية برضو يعني في معناها هي من سمة الشعوب الواعية، والناس لما طلعوا من نظام شمولي برضو بيكونوا طلعوا مشوهين بالآثار بتاعت بالنظام الشمولي وبالتحديات المنتظرهم. وأنا
نحن من الناس في اللجنة اللي كنا داعمين اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وكنا معترضين على البرنامج بتاع رفع الدعم. لكن لما الناس بعض الناس لما شعروا انه الموضوع ده حيتم بشكل معزول يعني، وانه رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مرتبط مع وإحفاء الديون مرتبط مع أجندة أخرى، في بعض الناس قالوا تترك البرنامج بتاع الحكومة الانتقالية لصيد رئيس الوزراء، والأحزاب السياسية البرنامج مش معترض عليه بل مخالف لإيديولوجياته ولفكرها السياسي ممكن ما تشارك في الحكومة وتعارض تصيد رئيس الوزراء في إخفاقاته وتساند في نجاحاته، لكن ده ما حصل لأن كل القوى السياسية اشتركت، وحتى اشتركت وهي معترضة على البرنامج الانتقالي. وأنا أفتكر إذا كان في يعني نقطة تؤخذ على الممارسة السياسية في المرحلة دي هو الازدواجية في المواقف. يعني هنالك أحزاب أخرجت بيانات إنها معترضة مثلا على التطبيع مع إسرائيل، اللي بيراه السيد رئيس الوزراء هو جزء من الحزمة الموكلة له، وجاء في النهاية لغى القانون، لكن الأحزاب دي موجودة يعني بتطلع في البيانات وهي موجودة في الحكومة. فكان الموقف القوي إن الأحزاب تطلع من الحكومة على اعتبار إنها دي معارضة لمرجعيات الفكرية ولأيديولوجياتها، وهي محرجة لها قدام قواعد الشعبية وقدام قواعد السياسية، وأيضا بترقد في تاريخها. ولذلك ده في ربكة للمشهد السياسي، ولذلك الحكومة الانتقالية التجاذب مش تجاذب آراء، يعني ناس عندها انتماءات لأحزابها انتماءات لمرجعياتها، وفي نفس الوقت هي مشاركة في حكومة ماشية في خط مخالف للخط المطروع عندها، ده ربك المشهد تماما يعني. طيب أعود لاتفاقية جوبا التي وقعت مع الجبهة الثورية، وأهم ملف فيها هو ملف الترتيبات الأمنية والأحاديث الأخيرة والبيانات التي صدرت من الحركات المسلحة أو حركات الكفاح المسلح في أن هنالك تقصير من قبل المكون العسكري في تنفيذ الترتيبات الأمنية ونفي المكون العسكري لذلك، وأيضا فيما يخص الخلافات الأخيرة التي ظهرت للسطح بين الجيش والدعم السريع واللي نفاها الجانبان، دور المجلس الشركاء الانتقالي في احتواء مثل هذه الأزمات التي يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. القضايا الأمنية دائما بتخص مجلس الأمن والدفاع لأنه دي كلها جهات عسكرية. المجلس الشركاء أقرب للمجلس السياسي، وهو لأنه ما بيستندوا مؤسسات أو مكونات أو أحزاب على جيوش أو على قوة عسكرية، ولذلك ده متروك. حتى الإصلاحات داخل المنظومة العسكرية في الوثيقة الدستورية متروكة متروكة للقوة العسكرية أو للشق العسكري، ولذلك مهما حتى المعلومات ما بتكون متوفرة للمدى اللي أنت ممكن تشارك فيه، يعني خاصة إذا كان الاعتراض مبني على مواقف عسكرية أو مواقف ولا موقف مربوط بترتيبات أمنية كده، دي ما بتكون من حظ القوى السياسية بالمعنى ده يعني. هل سينعكس ذلك على ما يدور الآن أو ما سوف يدور بعد الجلوس مرة أخرى في مفاوضات جوبا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو؟ أنا أقول لك أوضح من كده، أنا أفتكر أنه الوضع الآن يعني من الهشاشة بمكان، وأصبح مفتوح على كل الاحتمالات. ولذلك بعض الناس اللي بيفكروا يعني ما ماشيين في اتجاه التصعيد أو النبرة بتاعت المعارضة الحادة، مش لأنه المعارضة أسهل لأنها بتكسبك نوع من البطولة، لكن الآن المشهد داير يدار بحكمة كافية، ولأنه ممكن نحن ننتكس انتكاسة ما نستطيع أن نجد لها علاج، وزي ما قلت لك فاتحة على أي احتمال. ولذلك الكلام ده ما بخص الحرية والتغيير ولا بخص السيد رئيس الوزراء، لكن بخص كل المكونات، بخص أطراف السلام، بخص الأخ المناضل عبد العزيز الحلو وكذلك عبد الواحد. لازم يكون هناك في قدر من التنازلات لأن تكون الحياة ممكنة، وما في إنسان بيحقق كل ما هو يريد، ولكن الحد الأدنى المتفق عليه هو تحقيق الكرامة الإنسانية، وإنه ما في سطوة من جهوية أو ثقافية أو دينية
تطوى على السطح وما يقع تمييز على أساس الدين أو اللون أو الدولة، تمييز دين معين أو ثقافة معينة. دي أشياء كلها قابلة للنقاش وتكون خطوة نحو الانتقال لتحقيق كامل للقضية المربوطة بفصل. والحقيقة هو مش فصل الدين من الدولة، هو فصل السلطة، فصل المؤسسات الدينية وقرارات وسلطة النص من السلطة السياسية. وده نحن كلنا ساعين فيه، لأنه كل الناس بيتضرروا لأنه بيتعارض مع مبدأ حرية التنظيم وحرية التعبير يعني. ولذلك في قدر من المسؤولية يفترض تنتظم الجميع على أساس أنه يبدو نوع من المرونة ونوع من التنازل حتى نلتقي في نقطة ممكن تخلي الوطن موجود ونحن موجودين فيه. طيب ننتقل إلى جزئية مهمة أخرى بروفيسور حيدر الصافي، ما تزال ضبابية والإرادة السياسية غير موجودة، وهي تكوين المجلس التشريعي أو البرلمان، وأيضا تكوين أو هيكلة الجهاز القضائي وصولا لمجلس القضاء ومجلس النائب العام والمحكمة الدستورية. دي الجزئين، يعني الجزء الأول المربوط بمسألة المجلس التشريعي، صحيح أول حاجة المشاكل كله يعني في مشاكل واقعية دائما بتعطل ظهور الكورونا، الوضع الاقتصادي، الطلوع في مسائل كثيرة موضوعية، لكن مع ذلك حصل تأخير في تكوينه. جزء من التأخير أنه وطبعا هو مجلس معين يعني كمان مش يعول عليه لأنه ما منتخب، لكن مع ذلك في 107 مقعد في الولايات المختلفة، ودي لأنه لما توزع بعض الولايات بيكون عندها 6، يعني حتى لو اديت محلية ما يقدروا يتفقوا على زول، ودي جاب الطعون وجاب التعقيدات كثيرة جدا لحد الآن ما انتهى الأمر. يعني في 58 مقعد بتخص القوى السياسية والمدنية، ودي تقريبا حتى سموا الممثلين بتاع النوم، وفي 31 مقعد بتاع لجان المقاومة برضو مشت كويس، وفي 60 مقعد بتاع التفاوض حسب ما جاء في الوثيقة لرجال الطرق الصوفية والإدارة الأهلية وبعض الشخصيات الوطنية، ده برضو مشى كويس. الآن في تعقيدات في بعض الولايات، أصلها ولايات ذات هشاشة زي البحر الأحمر، زي كسلة، زي كده، فدي الآن عزلوا لها لجنة، وقد يعني ده أغلب الظن إنه المجلس ده يعلن في وقت ما بعيد، ويحتفظوا للولايات اللي ما زال في خلاف وفيها مشاكل يحتفظوا لهم بمقاعدهم، ويتكون لجان خارج المؤسسات دي تعمل معهم على أن تحدث توفيق بمكوناتها المتشاكسة في قضايا مقاعد المجلس التشريعي. أما بالنسبة لإكمال إكمال شنو؟ إكمال المؤسسات العدلية، إذا كان في القضاء إكمال أو في إكمال المؤسسات العدلية دي معتمدة على القوانين، ودي طبعا برضو التدخل الشديد في الأجهزة العدلية ما بتخلي الفصل بين السلطات قائم يعني، وده عمل يفترض يتم داخل الأجهزة العدلية نحن، لكن حسب المتابعات إنه القانون بتاع تكوين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النيابة الأعلى تقريبا شبه جاهزات، لكن في تعطيل هنا وهناك، يعني ما بتشعر انه في سبب موضوعي يأخر تكوين مجلس القضاء العالي اللي هو بعده بتجي المحكمة الدستورية اللي هو بعده بتدفع العملية بتاعت بينجز بعض الناس المحاكمين لديهم فرص لأعلى درجات التقاضي عشان ينفذ في الناس المدانين الأحكام المفروض يقابلوها. وده برضو من التعطيلات اللي ذكرها السيد الصيد رئيس الوزراء في معالجة الهشاشة الاقتصادية في برنامج في سلعتي في مسألة الثمرات، برضو الشكل الإداري فيه ضعف شديد، التعاونيات يعني ما كل الموضوع مربوط بمسألة رئيس الوزراء والحكومة، أيضا القاعدة المؤسسية اللي عندنا بتعاني من خلل كبير، وبرضو دي مبررة بأننا احنا طلعنا من منظومة كان بتعيد فينا إعداد مخل. نعم. طيب ننتقل إلى ملف أخير أو محور أخير بروفيسور حيدر الصافي فيما يخص المشهد السياسي الآن في السودان. المعلوم بالضرورة أن الفترة الانتقالية جاءت لتجهيز أيضا
السودان سياسيا من خلال وضع فترة زمنية محددة للأحزاب السياسية من أجل البناء القاعدي وبناء هذه الأحزاب لكي ما نصل إلى الفترة الديمقراطية وإلى صناديق الاقتراع. لكن حتى الآن الناظر للمشهد السياسي لم يرى أي تحركات سياسية ولم يرى أي تحركات حزبية فيما يخص البناء القاعدي بالنسبة لهذه الأحزاب أو أي مؤتمرات أو اجتماعات قاعدية أو أي مظهر سياسي لهذه الأحزاب ينبئ أن هنالك فرصة لتغيير مفاهيمي سياسي بالنسبة لهذه الأحزاب وبالنسبة للسودان. هذه نقطة جيدة جدا. أولا يعني ممكن نعبر بها لثلاثة محطات. المحطة الأولى إنه الثورة دي هي حراك سياسي وما بيقدر ينجز، يعني أنت لو تكلمت عن أفضل وضع لأنك أنت عندك دستور، الدستور ما بيتجاوز انه هو مظهر معنوي، يعني المظهر الحسي الانسان ذاته. ولذلك الثوره دي اذا ما بقت دخل بقت ثوره وعي وثوره فكريه وسياسيه ما بتقدر تعيد صياغه المواطن السوداني عشان ما يتبنى القيم السياسيه، وده مفقود تماما حس في طيله فتره الحراك. الكلام اللي انت ذكرته ده اتفق معك تماما، ما في اي حراك في مستوى الوعي وفي مستوى التوافق في القضايا الفكرية والمشاريع والنخب. وده برضو مشى في الاتجاه الثاني بتاع انه الاحزاب السياسية هي محتاجة، يعني 30 سنة خلتها لافتات عالقة بدون مضامين جوا، ولذلك ما جددت مرجعيات الفكرية ولا فكرها السياسي عشان ما يستلهم مستجدات الواقع. اصبح الشباب الان في عزلة من الاحزاب السياسية، وهي الأحزاب السياسية لازم يلزم العمل الديمقراطي، ولذلك دي عقبة قدام الديمقراطية إذا ما هي طورت مرجعياتها واستلهمت القضايا الحديثة بتاعت الشباب وكده. دي واحدة من المشاكل، وهي زي ما ذكرتها أتفق معك تماما إنه ما في أي عمل فكري ولا في عمل سياسي بيتم عشان ما ينور الرأي العام ويقوي القواعد بتاعت الأحزاب السياسية عشان ما تتهيأ للمرحلة ما بعد المرحلة بتاعت الانتخابات. ولذلك المشاركة السياسية أيضا أضعفت هذا الأمر، ودي دي نقطة جيدة جدا، يعني حقه كل القوى السياسية تنتبه لها في أنه تعيد كوادرها بالطرح العلمي والطرح الفكري والفكر السياسي وتجديد المرجعيات اللي بتقدر تطور الأحزاب السياسية وتضعها في مستوى ممكن تمارس العمل الديمقراطي بشكل شفاف وبشكل ناجح. يعني طيب سؤال أخير بروفيسور حيدر، استقراء للمستقبل الاقتصادي والسياسي للسودان في مستقبل الأيام من خلال السلطة الانتقالية. أنا فيما يخص السودان أنا على عقيدة بأنه هذا البلد سيصبح من أفضل بلاد العالم، يعني ولو سمحت لي أنه أذكر حادثة، يعني في بشارة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية ثلثهم إلى أولين وثلثهم إلى آخرين، فقال له يا عمر من آدم إلي سلة وأنا ثلة ولن نستكمل ثلثنا إلا بأهل السودان من رعاة الشاه والإبل. ده جاء في ابن كثير في تفسير سورة الواقعة. ولذلك السودان بموارده الكثيرة وب المياه ومعادنه بأصالة شعبه بصبره الواسع بوعي شبابه ينتظر الكثير. وأنا أفتكر كل الحادث ده هي يعني ميلاد عسير لكن لشيء جيد. أنا متفائل جدا بالسودان حتى لو لم يكتب لنا عمرا نحضر هذه الأيام، ولكن هنالك مستقبل ينتظر هذا البلد العظيم وهذا الشعب العظيم، وأنا إيماني بالشعب السوداني لا حدود له وبهذا البلد أيضا. يعني يعطيك العافية كثير بروفيسور حيدر الصافي مقرر مجلس الشركاء الانتقالي، وكلنا نشارك هذا التفاؤل وهذا الأمل في أن غدا ومستقبل السودان سيكون أفضل بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذه الفرصة الطيبة.